التي علمت العالم العزة وعلمت العالم الديمقراطية وعلمت العالم احترام الإنسان. ولقد ظهر ذلك جليا بحركتكم التي جاءت بآداب لم يعرفها العالم الغربي، آداب إسلامية لم يوجد شاب واحد يتحرش بفتاه، وقد بلغ عددكم مئات الآلاف، الكل منظم، الكل نظيف، الكل يقول لا أريد إلا أن أعيش في وطني بعفة وكرامة. إن أميز ما تتميز به هذه الثورة البيضاء أنها حولت وجه مصر من وجه أسود إلى وجه أبيض، من وجه مذلول إلى وجه أبي، إلى وجه يملأه العزة، إلى وجه النضر تجري فيه دماء الكرامة ودماء الحرية ودماء العزة ودماء الإسلام. ظهرت أخلاق الإسلام فيكم، بل وظهرت أخلاق المسيح فيكم. إنها حركة مصرية، إنها حركة مصرية ليس لها أي واسع ديني وليس لها أي مطلب سياسي. الكل هنا جاء من كل محافظات مصر، من جميع طوائف شعب مصر، مسلمين ومسيحيين، أبيض وأسود، طويل وقصير، عربي وأعجمي، طالما أنه مصري جاء ليعبر عن حقه المسلوب، ليعبر عن حقه